للحديث اكثر عن هذا الموضوع يسعدني ان ارحب بضيفي المتواجد معي في الاستوديو الكابتن سامي بحث. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك استاذ عمار، وسعيد بوجودي معك اليوم. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. بدايه كابتن، نبدي من دور النخبه، دارت عجله الدوري من جديد. نعم. باقامه 4 مباريات. الميناء حقق فوز على القوة الجوية، وأيضا النفط الوسط على النفط، والشرطة بقيادة راضي شنيشي حقق فوز مهم على نادي الطلبة. قراءتك للدور الأول؟ والله بالتأكيد، شوف مثل ما نعرف دول الثمان فرق النخبة اللي تم يعني تأهلوا للأدوار النهائية من خلال المجموعتين اللي جرى الدورة عليها، ثمانية مؤهلين من خلال الكوادر الفنية الموجودة أو اللاعبين الدوليين الموجودين، والثمان الفرق ثمانيتهم أندية جماهيرية. نعم. لكن الملفت للنظر يعني المباراة المرحلة الأولى شاهدناها، كنا متواجدين في ملعب الشعب، كنا نتمنى أن المستوى يرتقي يعني كنا ما متوقعين هالمستوى الضعيف اللي ظهر مباراة الشرطة والطلبة. يعني أغلب المباراة أربعة المباراة كنا نتمنى أن يكون مستوى يعني أعلى من هذا المستوى اللي تقدم، لأنه الثمان فرق مثل ما تكلمنا بهم مجموعة من اللاعبين الدوليين الممتازين، زائدا الكوادر الفنية ذات تجي يعني ثمانيتهم أسماء لامعة في عالم التدريب في العراق، إلى نسبة كبيرة من لاعبين المنتخب الوطني. بالضبط. زائدا كل الأندية جماهير تابعها وين ما يعني يذهبون، مثلا فريق الجوية عنده جمهور يتابع حتى في البصرة، فريق نعم. الزورة، الطلبة، الشرطة، كلهم أندية جماهيرية، الميناء. فكنا نتمنى ان يرتقي المستوى بعد، لانه لمحات فنيه ما شاهدنا بصراحه، جمل تكتيكيه ما شاهدنا، بس يمكن عذر لانه المرحله الاولى. بالمرحله القادمه نتمنى ان يرتقي المستوى ويتطور الاداء بالمرحله الثانيه العفو، حتى نشاهد كره قدم بها متعه، بها جوانب فنيه، بها تنوع بالاداء، بها بناء للهجمه صحيح، لانه حاليا حتى على مستوى المنتخب الوطني عندنا ضعف في بناء الهجمه. يعني هجمتنا تقتصر على الكرات الطويله والجري والركض خلف الكره. لا، كره القدم الحديثه تنبني من الدفاع للوسط للهجوم، زيادة عددية بتقاطعات بجمل تكتيكية، تفريغ فراغات حتى ينتقل بها اللاعب، كل هاي أمور تدريبية تم تطبيقها من خلال الوحدات التدريبية، ثم يطبقها اللاعب بالمباراة بشكل يعني تجانس بها. زائد حضرنا وحدات تدريبية لأغلب يعني الأندية بصراحة. نعم. شاهدنا ما يطبق في التمرين يختلف عن بالمباراة، شنو السبب؟ يعني أنت كمدرب أرد أسألك هذا. نعم. السؤال يعني. نعم. أنا بوجهة نظر حضرت أغلب الوحدات التدريبية للأندية الجماهيرية، وأنت أيضا دربت مع نادي الشرطة. نعم. تشاهد بالتمرين يطبق اللاعب والمدرب، تشوف اللاعبين بالملعب بالمباراة غير شكل، شنو السبب؟ هي الأسباب عديدة. شوف، أكو بكرة القدم تطورات وحداثة كبيرة جدا، بناء يعني حتى الوحدة التدريبية بها متغيرات عديدة. يعني الوحدة التدريبية من تروح اليوم إلى هدف، شنو هدف الوحدة التدريبية وشون تبدأ الوحدة التدريبية وكيف تنتهي. زادا يجب أن برامج تدريبية، مو مجرد العمل يكون عشوائي، يعني المدرب ما يعرف، ما محضر واجب اليوم ايش راح يقدم، بينما إذا برنامج علمي يعني مهيئ كيف أنا راح من الوحدة التدريبية من بداية الأسبوع نهاية الأسبوع كيف راح تكون الشدة، يمتى أطيها، يمتى أنزل التمرين، مباراة شو وقت، فكل هاي أمور علمية يتم يعني. شلون شفت وضع الشرطة الآن مع نادي الشرطة؟ نادي الشرطة أكيد راح يكون من الفرق المرشحة بقوة جدا لما يمتلكه من منظومة مجموعة من اللاعبين المميزين، زائدا الإدارة خطوة مهمة وجريئة جدا باستقطاب واحد من أكفأ المدربين اللي هو كابتن راضي شاتبي مجروحة، واحد من المدربين الممتازين يعني عقلية ممتازة، زائدا يمتلك حس انضباطي عالي بالنسبة لقيادة الفريق الشرطة، ومتأكد راح الشرطة يكون من الفرق اللي راح تنافس على اللقب. زائدا باقي الأندية أيضا يمتلكون منظومة ممتازة من اللاعبين ويعني أجهزة فنية ممتازة، احنا نتمنى فقط المستوى يرتقي وبيتنوع بالأداء، ما يصير كل الأندية ثمانيتهم يلعبون بأداء واحد، يعني كرات مثل ما تكلمت في البداية لعب طويل بدون يعني حلول، بدون يعني لا عشوائي عنها، لأن المدربين على مستوى عالي، اللاعبين مستواهم عالي، وأيضا أرضيات الملعب حاليا ساعد على الأداء، يعني اللمسات القصيرة، بناء الهجمة للملعب الشعب، ملعب أرضية صالحة، مدينة رياضية أرضية صالحة، فيجب أن نشاهد، ماكو عذر بعد، شاهد أداء ممتاز من اللاعبين ومن الأجهزة الفنية. إقالة مدرب نادي القوة الجوية شلون شاهد، وإناطة يعني إقالة صباح عبد الجليل وإناطة المهمة إلى الكابتن علي هادي؟ طبعا بالبداية نتمنى للصديق علي هادي كل النجاح والموفقية في المهمة الصعبة، في لين وقت حرج جدا، زائدا جمهور الجوية ما عنده غير خيارات أداء ما يرحم ونتاج ما يرحم أبدا، لأن هذا الفريق فريق عريق. نعم. فريق عنده تاريخ وإنجازات كبيرة، بنفس الوقت أنا أشوف يعني
مو استعجال وإنما بعد يعني كان يعطون مساحة أكثر الكابتن صباح عبد الجليل لأن استقرار أكو نوعا ما صحيح يمكن النتيجة الأخيرة نتيجة سلبية لكنه كان بعد يعطون فرصة للكابتن صباح حتى يعني يمكن بعد الخسارة في كأس الاتحاد الآسيوي هي اللي خلت بالضبط تصير لأنه كان مقدمين مستوى بالدوري الجوية مستوى ممتاز أكو ثبات بالأداء ثبات بالتشكيلة لكن بنفس الوقت هذا قرار يرجع للإدارة الإدارة هي قريبة عن كل الأمور المحيطة بالنادي. نروح كابتن إلى مباراة أخرى في دوري النخبة العراقي حيث تمكن نادي الزوراء من الفوز على أمانة بغداد بهدف هدفين مقابل لا شيء. تفاصيل هذا اللقاء نتابعها معا في سياق هذا التقرير. لم تسجل النوارس في قاموسها أي خسارة في هذا الموسم، لكنها خسرت في هذه المباراة أبرز مهاجميها إنه على عبد الزهراء بعد أن أصيب مع منتخب العراق. أما أبناء عاصمة العراق بغداد فهم لا يعانون قبل هذه الموقعة، لكن المعاناة لبغداد بدأت مبكرا بعد أن استقبل الهدف الأول عن طريق حسين علي لتعلو أصوات النوارس قبل غروب الشمس. جول للزهراء، هدف للزهراء في الدقيقة السادسة، هدف فتح شهية لاعبي الزوراء وهم يحاولون أن يعززوا الأول بالثاني من هذه الفرصة الضائعة التي تبعتها كرة أخرى للؤي صلاح. بغداد انتفض ليرد عن طريق السوري عبد الفتاح الأغا، لكنهم لم يستطيعوا أن يقفوا بوجه الزوراء في الشوط الأول. في القسم الثاني رغبة البغداديين هو إعادة المباراة إلى التعادل، لكن تاريخ الزوراء لا يسمح لهم بذلك، فجاء الهدف الثاني عن طريق حسين جويد الذي منح الانتصار لملك الألقاب. لبرنامج المختصر الرياضي مع الصافي بغداد. ثاني للزوراء، الله على النار، جميلة ورائعة. كابتن، فوز مهم للزوراء بهدفين مقابل لا شيء، يمكن شاهدنا زوراء الفريق الأكثر استقرارا. بالضبط. قبل كلامي أنا بالبداية أحيي الكابتن باسم قاسم، المدرب الكبير باسم قاسم في كل شيء. منذ فترة طويلة هذا المدرب لم يأخذ استحقاقه اللي يعني عن جدار واستحقاق، قاد أندية، حقق لقب الدوري مع أندية كانت متواضعة. حاليا فريق الزوراء يعيش أفضل حالاته منذ سنوات، لم نشاهد فريق الزوراء بهذا الأداء الممتع، الأداء الجماعي في كل الحالتين الهجومية والدفاعية. فريق ممتع بكل ما تعني الكلمة، توظيف صحيح للاعبين حتى بروز لاعبين صغار بالسن لكن عطاهم كبير في داخل الملعب. فشاهدت فريق الزوراء مع نادي بغداد فريق ممتع يقدم كرة قدم بها متعة وبها بعد يحتاج الفريق، راح من بالأدوار القادمة راح يكون أداء متأكد أداء متطور بعد أكثر. شاهدناه في اغلب المباريات الدوري فريق ممتاز يعرف كيف يعني ياخذ 3 نقاط من خلال الاداء الممتاز وكيف يرجع ويغطي ويدافع بشكل صحيح، فنتمنى لهم كل الموفقيه. بنفس الوقت فريق بغداد فريق مثابر، فريق ممتاز جدا، لكنه في عيب واحد انا لاحظته في المباراه، كان تباعد في خطوط اللعب بالنسبه لفريق بغداد، سمح الفريق الزوراء يستغل هذه الفراغات الكبيره بين خطوط اللعب، كان المفروض تقارب بين خطوط اللعب حتى ما يسمحون الفريق الزوراء، لان فريق الزوراء يشتغل بزياده عدديه للامام فيستغل المساحات الموجوده في منتصف الملعب وفي خط الظهر. الزوراء والشرطه المباراه القادمه شلون تنظر لها المباراه؟ انا انظر لها من الناحيه الفنيه، ان ترتقي، يجب ان ترتقي، مو ترتقي ويجب ان ترتقي. وعلى يعني الاجهزه الفنيه اذا كان الكابتن القدير راضي شنيشل او الكابتن القدير باسم قاسم ان يبتعدون عن التحفظ، الجمهور اللي يستمتع بهذه المباراة، ديربي كبير، ديربي بغداد، جماهير متعطشة ومتلهفة، نريد نشوف جمل تكتيكية، نشوف أداء فني، لأن الفريق أن يضمون نخبة ممتازة من اللاعبين، لاعبين ممتازين، فنريد نشوف أداء فني ممتاز ممتع بأشياء كرة القدم الحديثة نشاهدها، بفتح ملعب، بمسارات هجومية متنوعة، بكثير أمور فنية نريد نشاهدها بهذه المباراة، لأن هذه المباراة راح تعطينا مسحة أمل لكرة القدم بالعراق، لأنه الفريقين عريقين والفريقين يضمون نخبة ممتازة. اللي يفوز من الزوراء والشرطة راح ياخذ الدوري؟ اللي يفوز من الزوراء والشرطة راح يكون حظوظه كبيرة جدا في المنافسة على اللقب. طلبة الجوية؟ أنا أسميها مباراة الجريحين، التعويض بها بالنسبة لكل الفريقين مهم جدا حتى يعود إلى وضع الطبيعي. الفريقين يمتلكون أيضا
منظومة مدربين ممتازين، بس راح يكون الضغط راح يكون على المدربين، على الكابتن علي هذا راح يكون ضغط، لأنه تجربة أولى، تجربة إلى أمام فريق جماهيري، فكيف راح يعني عالج هذه الأمور، أو كيف راح تكون يعني لمساته، هل راح تكون واضحة وبانة رغم قصر الفترة، لأنه فترة قصيرة جدا، صعب على المدرب أن أفكاره تظهر بهذه الفترة. نعم، استغل تواجدك أيضا وحاب أسألك أيضا عن اليوم اتحاد كرة القدم اجتماع مساء وقرر انه تأجيل التصويت على مدرب المنتخب الوطني. اتمنى ايضا الاخوان في الكنترول انه يضمنون الاتصال مع نائب رئيس لجنة نائب رئيس الاتحاد العراقي الاستاذ علي جبار من اجل الوقوف اكثر على تسمية المدرب القادم. سامي بحث، نعم، هناك أسماء أو طراطيش كلام تدور في اتحاد كرة القدم، ومن مصادر تقول إنه اتحاد كرة القدم ذبها برأس لجنة المنتخبات، اللجنة الفنية. لا، هي هاي، شوف، إذا نبقى بهذه الأمور، هاي أمور ما راح توصلنا إلى حلول يعني ينجح من خلالها المنتخب الوطني. يحتاج إن حلول يعني بيها حلول واقعية، نعم، ما بيها تشنجات، بيها نظرة مستقبلية، نعم، ما بيها زعل من نشخص الحالة لحد يزعل من عته، يجب أن نشخص الحالة ثم نبدي بالعلاج مالته. كرة القدم ده تعاني بشكل، نعم، كبير جدا. هاي شوف، بعد كل إخفاق احنا بس همنا الوحيد هو كيف نغير مدرب وتجيب مدرب، صح، ومن المدرب أجنبي لو محلي وصير مقارن، لا، مو هذا العلاج. العلاج أوسع من هذه، لأنه نجاح مدرب المنتخب مرتبط بعدة عوامل. دقيقة واحدة، المدرب القادم، أنت مع المدرب الأجنبي أو المحلي؟ أنا لن أنظر إلى هذه المسألة، أنظر لها من نظرة احترافية. أنا مع الكفاءة والمدرب اللي يحمل فكر تدريبي عالي، إذا كان مدرب أجنبي أو مدرب محلي. طبعا موجود. من ترشح؟ مالي ما أرشح شخص، بس أرشح الفكر التدريبي اللي يقود المنتخب. اللي يقود المنتخب وينجح يحتاج لمقدمات أو مقومات للنجاح، نعم، يجب أن تتوفر حتى ينجح، نعم. مدرب واحدة ما راح ينجح، صح، اتحاد يساعده والاتحاد واحدة أيضا ما راح ينجح، لأندي بالضبط كل نجاح المنتخب بالضبط حتى نخطو خطوة للأمام، لأنه ما يصير، ما يجوز إحنا نرجع خطوات، يحتاجنا أن، نعم، نتقدم، لأن الدول بدأت تسبقنا، ما يجوز احنا كرة القدم، نعم، عندنا عريقة بالعراق، يجب ان نواكب التطور. تجاوزنا على وقت كابتن، اتمنى لك الموفقية ان شاء الله، ولو ما اخذت يعني مساحتك بالحوار، لكن نلتقي خلال الايام القادمة إن وان شاء الله نلتقي على الخير. اتمنى لك الموفقية في مسيرتك مع نادي الشمال القطري. انا اشكرك عمر وتحياتي لك، ومثل ما قلت لك سعيد بوجودي وياك. اشكرك، الله يخليك، وايضا شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، انتظروني الاسبوع القادم وحلقة جديدة ومحاور أخرى رياضية مهمة. تقبلوا تحياتي أنا عمر رياض، وتحيات المخرج جعفر الوالي، وتحيات كادر العمل. إلى اللقاء.